عيون رقفة منصورة اللي كسر فكرة اللي بحكي في الصورة. فاكر يا أمين؟ أكيد فاكر يا فلوس. لما كنا ندوس على شدة علم الدروس وقفلهم إنهم اتنين مفيش غيرهم واخدين مكانتهم وسط الدنيا علمتهم يحفظوا قيمتهم. تركات تركات ربات عندك بيتات هات وخد إفيهات عصر عصر دماغات خات. واللي فات فات واللي فات مات واللي فات زاد والجديد تجديد كلمات تحديد مأمال تأكيد معلومات. دوامنا دوام تام بنعدام الاستسلام في الكلام بدون هرجلة بنظام بكل احترام. مش كنت عودنا نتجمع؟ طب خب من ده خب من جروب مجندين جاهزين لوقت الشدة ومعانا العدة اللازمة في وقت الأزمة نستعملها. من تحت الأرض طلعنا يعني مشاكل نسببها. HIPSOP ركز لي لو كنت حاسس لي فولو مي. أنا أصلي عربي أنا لسانك فعبر بي هنا بك نظرك فيه اللي فات واللي مستنيك إيماني. HIPSOP ركز لي لو كنت حاسس لي فولو مي. أنا أصلي عربي أنا لسانك فعبر بي أنا وجهة نظرك فيه اللي فات واللي مستنيك إيماني. 2006 اتقابلت أنا وإيهاب مش فاكر أنا حتة تقريبا كان ملعب الراب. قلنا نبقى واحد ضهري بضهره في الميدان ونقلب المكان بشكل جديد من أشكال الجنان. مندريش المداري ومنخبيش المستخبي منجانيك أكيد ناري لأن إيماني معايا جنبي والحياة بالونها بامبي في الفترة الأخيرة ونحنا جامدين مش ذنبي. نعم ده ذنب الغيرة فبلاش نفتح السيرة لأن كاتم كبت كلامي كأن هجمع فيك أسلوب إيماني زي الأدوكن. وإن ده تحدي علن اللي يعرف يعمل فلو زي أمناء مخازن كلامي جيلي جاي. أصلا عندنا الاستقبال فاشتغلنا في الإرسال علشان نعمل استبدال لقنوات الاستهبال لأنه في وقت الاستعمال كل اللي فيه بيشد إن البنت ما تبقاش بنت والواد يبقى 50 سنت. HIPSOP ركز لي لو كنت حاسس لي فولو مي. أنا أصلي عربي أنا لسانك فعبر بي هنا بجهة نظرك فيه اللي فات واللي مستنيك إيماني. HIPSOP ركز لي لو كنت حاسس لي فولو مي. أنا أصلي عربي أنا لسانك فعبر بي أنا وجهة نظرك فيه اللي فات واللي مستنيك سي أمين. عقلين من مكانين بهدف واحد بنجيل وندمر الحاقدين نمسحهم مسح وده الدليل. بنقول كلام كبير علشان كده بقينا أساطير لسه ياما هتشوفوا كتير حاسة الناس فرق التغيير. فلما أقول لك الشعر العامي تقول لي يا عمي تبهر زي الورد جلد مريض الملفات بالكلمات تسحب يكبر إننا نكون أصحاب أحسن الأساليب. تذكر إغراء وراء آراء شعراء في عرق بيداء يكبر إن الناس تسمعنا وتفهم كل معنى لأجل كده اتجمعنا عشان نفك اللعنة. لازم تكون متابع خيالك دايما واسع ساعتها لغة الشارع كسرت الموانع وادك سامع. أصحاب الطبقة الوسطى بدون وسطى أخذوا المواقع واحد اتنين تلاتة أربعة عد وأنت طالع من شبيك الزرا والشم مصر احسب شارع شارع كل اللي شافه وسمع وتابع لما قال إنك مش صابع. HIPSOP ركز لي لو كنت حاسس لي فولو مي. أنا أصلي عربي أنا لسانك فعبر بي هنا بجهة نظرك فيه اللي فات واللي مستنيك إيماني. HIPSOP ركز لي لو كنت حاسس لي فولو مي. أنا أصلي عربي أنا لسانك فعبر بي أنا وجهة نظرك فيه اللي فات واللي مستنيك.